اخبار اليوم. نستحقكم احترام. لازم نحييهم جميعا. نحييهم واحتراما لقمتهم ووطنهم. الامر الاخر منذ يومين هناك تحول كامل في الرأي العام داخل أوساط إخواننا وزملائنا الصحفيين. هذا التحول جاء بعد أمرين، بعد حراس النقابة رمضان وعد الحقيقة اللي كانوا بيحاولوا يتفنوها، وبعد ما خرج امبارح على قناة سي بي سي الأستاذ ديار رشوان والأستاذ محمد شبانة ليكشفوا لنا ما كان خافيا في أروقة النقابة وفي أروقة الاجتماعات. الكذابين خلينا هدعوك احنا صحفيين الطب راقي نختلف بالرقي ونتحب بالرقي، ارجو ان احرص على ذلك تماما. اما النقابه لو خطفت فالكلام كتير، ويمكن انا معايا تقرير لجنه الحريات اللي اصدرته لجنه الحريات في النقابه. انا قلت لما قريتم لو ان هناك متربصين اعداء بهذا الوطن ما اصدروا مثل هذا التقرير الذي يجرح ويثير الدم المصريه، وكان سببا في قرارات وبيانات صدرت في المنظمات التابعه للامم المتحده. خلينا يا جماعه مهدونا الكامل يرجع مسيرتنا النهارده، والتوفيق لنا جميعا. وعاشت حريه الصحافه. عاشت حريه الصحافه. عاشت حريه الصحافه. الصحافه وعاشت مصر كلها وعاشت مؤسسات مصر جميعها ايد في ايد، شرطة وجيش وصحفيين وشعب كامل. جميعا احنا في لحظة لازم كلنا نبقى ايد واحدة. مصر ما ينفعش ابدا يحصل فيها تقسيم، واول ناس تبقى جنود هم الصحفيين. احنا جنود هذا الوطن، احنا جنود هذا الوطن الفكري اللي بيوجه، وعشان يوجه لازم يحترم القانون. النقابة لجأت للقانون، يبقى اذا سيادة القانون. احنا مش اكبر من القانون، الكل تحت سيادة القانون مظلتنا وكلنا سواسية. لما يبقى في اختراق لقانون نقول ستوب، في نزاهة قضائية نلجأ إليها وننتظرها، لكن تسييس القضية وتسييس الأزمة وتصعيدها وتخرج لنا البيانات المعلبة الجاهزة من كيري ومن الأمم المتحدة وغيره، بنقول بان كي مون، بنقول لا. تطلبوا ولكم كل الحضور والاشتراك في هذا الاجتماع. استاذ مكرم وله كل التقدير والاحترام عرض استقالته، وانه على اساس ان هذه الاستقاله تؤدي الى انهيار مجلس النقابه. انا استشفيت في كلام الاعضاء ان هم يرون ان هذه الاستقاله هي تجريد من سلاحهم الذي يمكن ان يستخدموه في داخل النقابه وفي داخل مجلس النقابه، وانهم بذلك اذا خرجوا من هذا المجلس لن يستطيعوا ان يفعلوا اي شيء. قد يقال انهم لم يفعلوا في الماضي، ولكن في مواجهه الازمه الطارئه وبهذه القوه التي تظاهرهم لابد ان تحركهم وتدفعهم الى اتخاذ اجراءات تعرقل كل النوايا السيئه الموجوده في النقابه. هذا امر بلا بحث، حتى لا نتهم بان نصدر قرارات عشوائيه او قرارات غير ملموسه او قرارات عاطفيه، بحيث ان تحول اجتماعنا الى خطا جديد في سلسله الاخطاء التي ارتكبت في ظل الازمه.